يعني العيب مش فيا، انه اللي متجوزك تجوزك لانك ست مثلا، كمان شايفيكي مواصفات لا، اللي بيتجوز ست حلوه لازم يكون بالتعبير الشعبي كده يكون قدها. اللي متجوز ست حلوه لازم يبقى فاهم ان هي حواليها معجب، لو ست مشهوره كمان عندها متابعين. انا ما بحبش في كلمه معجبين في حالتي يعني، لكن عندي متابعين، عندي ناس مهتمه باخباري، ناس توقفني في الشارع تصور معايا. فانت المفروض ان انت مش متفاجئ بده، المفروض ان انت عارفه من البدايه فتتحمله. بس من بيشعر انه خلص انت بتاعته، انت الست بتاعته يعني؟ لا انا مش بتاعت حد. انا هو عم بحكيك بعقليه الرجل يعني، انه بيقول انا جوزها. لا بصي، مصطلح بتاعته دي الرجاله دايما بيستخدموها، انه انت بتاعتي، انت بقيتي بتاعتي. كلمه بتاعتي دي انا ما بحبهاش. انا مش بتاعت حد، حتى لو متزوجين. الزواج لا يعني ابدا ان انا بتاعتك. فهيدا كان يخلي يعني ان احنا معا، بس لا يعني ان انا بتاعتك ولا ان انت بتاعي. دي مصطلحات مريضه جدا يعني. الغالبيه يعني بيقولوا خلاص مراتي يعني انا امنت، يعني دي الحته حتى الخاصه بي. اليوم ياسمين برايك هذه المرحله اللي مريت فيها من اساوي بهذا الشكل والضرب اللي عانيت منه غير كسر فيكي؟ بصي مش عانيت من الضرب، يعني هي كانت واقعه واحده وكانت نهايه العلاقه. يعني هي واقعه وحيده وكانت نهايه العلاقه، واتصور انه انا خدت حقي يعني. يعني انا على الاقل الاثار راحت، لكن هو عنده عاهه مستديمه. كسرت فيكي الواقعه دي حاجات ولا لا؟ مرحليا طبعا، مرحليا لفتره يعني، قعدت فتره حزينه صابت عليكي نفسي وصابت علي نفسي. زي ما بتقولي فكرت لفتره في إيه؟ يعني فكرت في ايه؟ فكرت في الانسحاب. اصله الانسحاب عقاب رادع. الست القويه او اللي عارفه تاثير وجودها وتاثير اختفائها من حياه الاخر بتبقى فاهمه انه الانسحاب عقاب رادع. ففكرت في الانسحاب في لحظتها ومشيت. انا بقول لك دي كانت نهايه العلاقه، دي كانت النهايه. بس انا عم بحكي بينك وبين نفسك، لما صعبت عليك نفسك جواكي كانت الست بتقول لك ايه؟ المراه اللي جواكي كانت بتقول لك ايه؟ انا ما ينفعش يحصل معايا كده، انا ياسمين حد يمد ايده عليا؟ اكيد يعني اكيد. بس انا اصلي ايه؟ انا مش مياله يا رغده للصعبانيات دي، حتى بيني وبين نفسي يعني، حتى لو محدش شايفني. بخاف من الانهيار، انا بخاف جدا من لحظه إيه الانهيار. انهيار ايه؟ بخاف انه انا اثقل على نفسي باشعارها بانها ما كانتش تستحق كده، وازاي يحصل لي كده. فامر بلحظه انهيار كامل بقى، يعني اكتئب اكتئاب عنيف، ده انهيار، ده نوع من انواع الانهيار. انزوي، ارجع له يعني، العوده لشخص بالتركيبه دي في حد ذاتها انهيار. فانا بخاف من لحظات الانهيار، فبستقوى يعني، مش ما حتى لا اسمح لنفسي ان انا اقعد اتصابع مع نفسي كده، بأذكرها بصلابتها يعني وبكمل. وفاكره لحظه اللي ضربتي بالزجاج بالمرايه؟ المرايه تفتكري منها ايه؟ في اشخاص بينسوا الحالة، بينسوا وضعهم اللي كانوا فيه. لا انا فاكره التفاصيل، وبقول لك مش ندمانه عليها، بالعكس منتشيه ليها يعني. لما بتذكر اللحظه دي بنتشي جدا، انها كانت لحظه انتقام. خدت حقي، خدت حقي.